يلا يا مفاجاتك يا مش اليقظ. وما وكمان يعني ما بحب اقول ما راح انسى وما راح انسى، لانه كمان بتمنى ارجع اشوفك. اوكي يا عبيد زاهر اسمع كده، تمام كل اكله ساخنه. عبد العزيز ما راح انسى الخشبه. اي حبيبي اهم شيء لا تنسى الخشبه ولا الحليبه بالزنجبيل. يلا زاهر زاهر يلا اسمع، خلوني انا ادخل قبل زاهر بس على اساس اروح احفظ اغنيه الموضوع. تقول في كل واحد ايه؟ لو انت مشيت من هون شو حتتذكر؟ انا ما قلت عن عزيز. اقول اوكي يلا ما دام اشترك معنا. عبد العزيز ما راح يخليني انسى شيء فيه، لانه حشرت في الزاويه ذاك اليوم قلت له تنسى شيء والله العظيم. لانه متواعدين بمكان معين. اوه انا كنت مفكرها سبرايز. الله يلعن. شوف ما تقلف اذا ما في شيء ما تنسى يعني. ما تنذكر شيء يعني مش ضروري مش كيف بنتذكر ولا ما بنتذكر شو بنقول لك انت بعد. الحاجه اللي اكثر حاجه شدتني معناتها لشخصيتك مخارج. واللي معناتها حاجه الحاجه اللي خلتني خليني نتذكر شيء كل الريسك بشيب بشيب العلاقات يعني. هي انك صغير في السن بنت وكبير ياسر. I have 26 في مخك. You have 10 years ago. يعني لا 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 عم بيحكي الزلمه. ممكن يعيد لي اياها بالغرفه بعد شوي؟ لا بعرف. اسمع ما ابغى اسمع، ممكن يعيد لي اياها بعد شوي بالغرفه؟ اوكي يعني انت صغير صغير في سنك صغير بس عقلك كبير. قد راسك. بس عقلك ما لاحظتش. لارا من مصر، تانيا من لبنان، ناصر من الأردن، هن النوميني لهالأسبوع. لدعم المشارك المفضل عندكن اتصلوا على هالأرقام. أو ابعتوا عبر الـ SMS رقم المشترك المفضل عندكم على هالأرقام. هذا البرنامج برعاية بيبسي. فادي إبراهيم، علي الخليل، باسم مغنية، نهلة داود، فيفيان أنطونيوس، جابرييل بوراشد، يوسف الخال، مجدي مشموشي، مازن معظم، هند باز، خالد السيد، جوزيف جبرايل، تينا جروس، فراس الحاضر، أنطوان حجل، روزي الخولي، وكتار غيرون. أكثر من 270 ممثل وممثلة بأكثر من 250 موقع تصوير. ورود ممزقة، دراما عاطفية مشوقة بإنتاج تلفزيوني ضخم. ورود ممزقة السبت الأحد والاثنين 9:30 المساء بتوقيت السعودية على LBC الفضائية اللبنانية. شنو آخر؟ مانيش باش ننسى اكيد نبدا قاعد انا وياك وثانيه ومزيان وفادك وانت تنسى. كيف نفسك ما تخرب والله. لا لا هيك كانت هيك وحياتك وحياتك. انت زي الفسيفساء اللي تخرب. يلا خلصنا انت عبد العزيز. عبد العزيز عبد العزيز قاعد اكلم الرجال انا عادي. اكثر حاجه مانيش باش ننساها شرفكم. الله زين التعصيبات تحت شرف شرفكم. احنا عايزين ناكل. والتعصيبات بتاعك وتعرف انت كي تبدا معصب كي تعصب
وتعمل شغلة مثلا تعصب وأني أنت موجود وتغزر لي ونعلق لك عليها على طول تكون طبقك وأنا تكون معصب على الآخر. مثلا من مرة أختك قلت لي أختي اللي عملت لك قلت لي أدري شنو صار شيء قلت لي مش معقول يا زلمة مش معقول هيك وأنا قاعد بتطلع فيك وأنت تدب في غراض هيك بعد ايش بيك مشيت قمت تفلق بالضحك انا؟ ايه مشيت قلت لك كنت منهم مرة ومنهم مرة مشكلة بقول ما راح انسى بقول قصة ومنهم مرة انت زاد اخذت طعم في الحديد يا 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 وانت تعمل هيك ليك شو ما راح ينسى فيي ايه وقت اللي جيتك قلت لك لا شو وانت قمت تضحك حاسينه فما ايش ممكن كما قلت لك عندك انت ممكن تكون عند غيرك تكون بسيطه عندي انا ما تكونش بسيطه اعتقد دي فلاش فهمت الحمد لله خلاص وعبد العزيز اكثر حاجه ما ننساهاش اكثر حاجه ما ننساهاش بالحق حاجه ما ننساهاش عبد العزيز بشرفك اكثر حاجه تقعد معناتها في مخي قعدنا نحكيه سيريوس معناتها في الباك ستيج وكما نقول لقيت شكون معنا نحكي معاه لقيت اذن صاغيه وحكيت معايا بكل يعني كارت شورتاب فين هذه؟ وقت اللي حكينا في الباك ستيج فهمت؟ هذيك كو سوسوا الشيء بيتم ولا راح يتم بس ما عمري ما بنسى اللحظه مش راح انساك ان توكا اوكي عبد العزيز عبد العزيز انا اتكلم عنك ولا تتكلم عني؟ انا اتكلم عنك انت تتكلم عني؟ عبد العزيز انت مسخره حبيبي اول حاجه نحب نقول لك عليها مانيش باش نقول لك مانيش باش ننسى خاطر كل شيء هذاك كما نقول مثال جبر مانيش باش ننسى هضامتك مانيش باش ننسى تفديك هذاك الكل خطوه على جبر والله انا يا صاحبي انا مانيش باش ننسى مانيش باش ننسى عبد العزيز السيريس مانيش باش ننسى عبد العزيز اللي مخه كبير ومانيش باش ننسى عبد العزيز وقت اللي يجي يتكلم في لحظات معينه يكون مخه كبير 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 في المستوى عبد العزيز اللي في الرياض حبيبي لا بالحق ونحكي معك بجد داري داري بتعلمهم اساسا مفكريني بس أوكي. امزح واضحك وقت الجد جد ما عنديش يا مرحمين put this in your mind بالحق عجبتني فيك شخصيتك على خلاف شخصية كل شخصية احنا ما بدنا نقول اعجاب احنا عم نقول شو رح تنسى موقف كسر انا ابو شكلك ابو جاي ورسمي ونقطعك مين قطع مين يابا لا احنا عم نقول موقف لا لا تلوش انت لحظه حاسس الحين انت اللي ماخش ناطر براسه من هنا دف كذا شوي شو بدك هو اللي ماخش انت اللي ماخشه مفترس زو هذا من الاشياء اللي ما راح تنساها في الاكاديميه اوكي يلا يا زلمه واكثر من زاد من حاجات ما ننساهمش عزفك على العود ولما تقعد وانت معصب وتقعد تعزف على العود قليل نادر جدا ولما يطلع واحد من الاكاديميه ايه وسيرتو لما يطلع واحد مش اي واحد لا مش اي واحد يطلع مش اي واحد وكيف قلت لك ان شاء الله الجمعه الجايه لما بظهر ان شاء الله ما نحبك ايش فيك انت دائما نحبك تعمل نفس الشيء اخي مش حلو هيك تحكوا يا زلمه انا داري انا نحبك تعمل نفس الشيء بس نفس الشيء وانت بتضحك قول لما اظهر ما تقول ايه زو راح حبك خرفيه وتضحك راح اسمع لا تتذكرني وقت اللي انا قلد فيك ايه زو هاي 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 الحمد لله هاي الحمد لله هاي ودي تبدأ تطلع فيهم وكل واحدة تلقانا حزينك زينا قاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله راح سخرية القدر راح الحمد لله رحت يا زو رحت
يا بنتي يا ايه اللي حصل؟ حشره حشره بس موجود موجود. لا كذا كذا صرت عبد العزيز. لا لا ايه ايه عندي تعمل لك. لا انا ما اسوي 60 مره واحده تعمل لك ايه بس موجود. هي تخته موجود. ايه على فكره انا في شيء ما قلت لكم عنه. شفت الدبب اللي عندي على السرير؟ كل واحد حاط له اسم منكم. يعني ما تبغى اي واحد. عبول انا بيحكي على شيء مع حدا مش عم بعرف مين. ايش فيك؟ سمعتك امبارح عم تحكي امبارح سمعتك عم تحكي معي بس انا كنت نايم. قلت لي بتضحك. اوكي يلا آية آية زاهي سنة آية بس ما كملت. اي حاجة أخرى ما ننساهاش في ميشو. ما ننساش اللي ميشو بالحق العلاقة الحبيب صعب من الصعب من الصعب من الصعب من الصعب. في مرة برك باش تتعلم تلعب جيتار وتتعلم غنية. صعب 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 صعب. ما ننساش قوة العزيمة نتاعك كيفاش تعمل. أني لو كنت في النيفو نتاعك وفي في 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 النيفو نتاعك باش نتعلم كان امبوسيبل نتعلم بسرعة هذه. اتكسروا أصابعك يا ميشو خلص. مش عن خلاف ناس أخرين جابوا لهم جيتار بالذمة. جيتار جابوا لهم بالذمة. مش لازم نحكيوا عليهم. لا العظيم. يلا آية. عزوز إيه عزوز عزوز. لهالدرجة. عزوز. آية. ايه ايه انت من اللي كان سراج هنا المغرب حياه الروح من اللي كان محمد سراج هنا سراج سيرجيو المعلم كما هو يعتبرك اخته صغيره يعني نعتبرك اختي صغيره وانت تعرف من اللي كان سراج هنا اللي كنت نحبك بس زاهر لازم تتكلم على انها تفتكر شو اللي حتفتكره بس اي لحظه لحظه مش ما بدنا قصص بس حاجه يا ماما ده يا زلمه صار لك نص ساعه احنا ثلاثة ولا أربعة يعني ماشي انا بدي افوت انام طب ما انا بحكي شويش فهمتي فما حاجه ماهيش باش ننساها في ايه ان شاء الله تبدلها باش نقولها هي نيجاتيف شيء مش به عندك عصبية لخمة لا تطاق لا تطاق بس كثير قصيرة سكر بالضبط يعني أنا بتعصب عصبية من فضلك عندك عصبية عندك عصبية ما مش مرة لا بالعكس أنا زهر بتعصب بس في وقت قصير أنت بتعصبي وبتروقي بس حاول تعمل anger management منخرها يكبر بس أنا السنة أنت ما تردي حضرتك يفتح شكل يفتح شكل ما ادري شو الموضوع ما ادري انصحك دكتوره تشوف حاول تمسكي نفسك اكثر وتعمل انجل مانجمنت هذه نصيحه للاخر الاخر لا بس ما احسش ان الاخت الاخوه يلا انت ممنوع تردي يعني نصيحه من اخو لاخته الصغيره ذا البزقه دي قاعده تعلمنا شلون نسولف الحاجه اللي تعجبني فيك انت تمام انا متزوجين عندنا فوقي يا فوقي بوسوز يعني بتشتغلي على الاخر على الاخر ها فسر لك يعني يسولف عربي ما انت فاهمه تبغى هل تفسر لك عربي فهمت يعني بتشتغلي كما قال لك ميكانيكيه هذه الحاجه ما ننساهاش الساعه اللي انت عندك عزيمه قويه برشا 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 طب عزمينا طيب حاجه اخرى ما ننساهاش فيك انك اشتريتي بالجائزه حقتك جزم كثير اللي انت رغم اللي ما تظهرش ما يظهرش عليك رغم اللي بقول ما يظهرش عليك خربها. انت حاسس خفف على نفسك بس لا تخرب بس ما يظهرش عليك خليك ليديز مان وهذه حاجه من الحاجات اللي لازم تصلحها شنو نقصد ولا لما بشوف ايه ما اقولش دي بنت حساسه بس فعلا انت حساسه وحساسه وحساسه مدلش دوقها اوكي اشتغلي على الموضوع ده توصلي بيه بس انا عايزه اوضح حاجه احنا بنتكلم على ايه نعرف نعرف نفتكر في حاجات خلاص لارا كيما قلت لك لسه ما خلصت حاجه من الحاجات ما تنساهاش اللي انت حساسه وتشتغلي كويس كويس جدا 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 وطموحه اوكي وبتنسي بسرعه يعني ما راح تتذكرينه بكره بتشبهي شيء معين بتشبهيش انت كنت دائما تشبهها بشيء تتغشش كنت تتغشش تتنرفز هو كان يشبك بشيء وش الشيء اللي تشبه فيها؟ لا لا بس العوض لا 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 لا